المنظمة الاستقلال للمرأة عقدا يوم اجتماع في قصة المؤتمرات اللي هو كان الحق لله لقاء كبير جدا، واللي تراصتوا معايا رئيسة المنظمة خديجة الزومي وأعضاء المكتب التنفيذي للمرأة الاستقلالية، واللي طرقنا له كل شيء، اللي المشاكل اللي عند المرأة في قضايا ديال المساواة ما بين المرأة والراجل ما والمدونة ديال الأسرة، وعلى أثر خطاب جلالة الملك اللي حرم الله حرمه واللي حلو حل ما يقدر جلالة الملك يحلو، وتكلمنا في المشاريع وشافوا المشاريع. تكلمت خديجة الزومي على التنمية اللي كاينة في مدينة العيون. لم يكن تواجدنا اليوم في مدينة العيون وليد صدفة، بل كان مخطط له، وجمعنا بين قدسية التاريخ أو الزمان وروعة المكان الذي هو مدينة العيون العزيزة. وفي هذا في هذه المدينة أردنا أن نرفع خلاصة نقاشاتنا وموائدنا وندواتنا حول مدونة الأسرة، لكي تكون جزءا آخر من الاستقلال. فالاستقلال في نظري لا يمكن إلا أن يكون باستقلال المرأة المغربية وإعطائها المكانة الخاصة بها، وأن تكون مدونة في صالح كل مكونات الأسرة، لأننا متشبعين بالفكر العلالي ونمتح من الوسطية. اليوم تنظم منظمة المرأة الاستقلالية بالعيون هذا الحدث التاريخي الكبير بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، تحضره مجموعة من الفعاليات النسائية الوطنية والجهوية والمحلية تحت شعار نضال متواصل من أجل التنمية. هذا العرس الكبير الذي ضم مجموعة من النساء على مستوى إقليم العيون يحضرنا لكي يبرزنا كفاءاتهن وقدرتهن في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والرياضية والحقوقية. À l'occasion du 47e anniversaire de la Marche verte et du 67e anniversaire de l'indépendance du Maroc, l'organisation de la femme istiqlalienne a organisé ici à Laayoune une assemblée avec toutes ces militantes qui sont des actrices et des acteurs essentiels de la vie de la ville de Laayoune, et à sa tête Monsieur Moulay Hamdi Ould Rachid, qui est donc le président de la commune de Laayoune, et avec la présidente de l'organisation de la femme istiqlalienne, Madame Khadija Zoumi. Nous avons pu effectivement discuter de différentes problématiques que vivent les femmes dans la société de l'Aïoun actuellement, et essayer d'envisager quelques solutions à proposer.